في البداية خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، خلق الشمس والقمر والنجوم. وظهرت عظمة الخالق وإبداعه في مخلوقاته، لأنه خلق كل شيء بأحسن ما يكون. خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض وكل اللي في به، وخلق أبونا آدم من تراب الأرض ونفخ فيه روح الحياة. وبعدين خلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء من ضلع أبونا آدم عليه السلام علشان توانس آدم وتعينه على الحياة. ولما خلقهم اندى لهم من صفاته الكريمة علشان يتمتعوا بعلاقة قوية معه، فعاشوا بجنة عدن بسعادة في حضرة الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى لأبونا آدم: من كل الشجر اللي هنا وأكل زي ما تشتي، لكن أوبه هذه الشجرة، لأنك لو أكلت منه أكيد بتموت. لكن في يوم أجى الشيطان وأغرى أمنا حواء إن تأكل من تمر هذه الشجرة، لما قال له إنه مفيد جدا له، وصدقته حواء وأكلته وزوجه. وبعد كذا طردهم الله من الجنة، لأنه طيب ما يقبلش إلا طيب، ولأنه قدوس طاهر ما يقبلش إلا كل شيء طاهر في وجوده. ومن ذاك الوقت دخل الموت للجنس البشري. ومع هذا استمر الله بمحبته للناس، وجهز خطة علشان تصفي قلوبهم من الذنوب اللي فصلتهم عن الله، وحولت حياتهم لعذاب وألم دموع وكراهية بينهم البين. ووضع الله خطته في كتابه المقدس لأجل نجاة الناس من العقاب اللي يستحقونه. وكشف الله سبحانه وتعالى جزء من هذه الخطة لأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وكان خليل الله إبراهيم رجل مؤمن وتقي، بارك الله وقبله عهد بأنه يبارك ذريته ويكون عددهم أكثر من الرمل على الشاطئ والنجوم اللي بالسماء. مرة طرح الله سبحانه وتعالى إبراهيم باختبار صعب لقوة إيمانه، وقال له: ابنك الوحيد ضحي به لأجلي. ومع إنه إبراهيم عليه السلام كان داري إن البركة والعهد كانت عن طريق هذا الولد، لكنه استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وجهز نفسه للتضحية. ولما رفع إبراهيم عليه السلام السكين علشان يذبح ابنه، نجح في اختبار إيمانه، وقال له الله: يا إبراهيم لا تذبحش ابنك. وأرسل الله سبحانه وتعالى كبش لإبراهيم علشان يضحي به بدل ابنه، وذبحه وقدمه لله بدل ابنه. وهكذا أظهر الله لإبراهيم عليه السلام قبوله للتضحية بالحيوان بدل الإنسان. ومع هذا الأضاحي الحيوانية مش ممكن تكون الحل الأمثل لإصلاح العلاقة بين الله والإنسان. من زمان كتبوا الأنبياء بأن الله بيرسل شخص علشان يتحمل نتيجة ذنوب آدم وذريته،
ويدفع ثمن خطية الإنسان، وهذا الثمن هو الموت. يسموا هذا الشخص المسيح، يعني الملك الصالح اللي بيرسله الله سبحانه وتعالى علشان ينقذ الناس من ذنوبهم ويصلح علاقتهم مع الله. من زمان تنبأوا الأنبياء عن الأشياء اللي بيعملها سيدنا المسيح وعن اللي بيحصل له. مثلا النبي داود عليه السلام قال إن الله بيحب المسيح ويقول له أنت ابني، وهذا اللقب ما يعنيش التناسل حاشا لله، لكن يعني إن المسيح تعبير كامل لله، وكمان يعني إن الله سبحانه وتعالى قابل السلطة علشان يحكم على كل شيء للأبد، والمسيح هو كلمة الله المعلنة للناس. وقد تنبأ النبي إشعياء عليه السلام وقال العذراء بتحبل وتجيب ابن، وبيدعنه عمانوئيل اللي يعني الله معنا. وفي صحف الأنبياء كتب إن المسيح بيولد في مدينة بيت لحم، وكمان إنه بيدخل مدينة القدس فوق حمار، والناس بيستقبلونه استقبال الملوك. أيضاً كتب إن اللي بيخونه واحد من أتباعه، وقال النبي إشعياء عليه السلام إن المسيح بيحمل معه البشرى للناس المساكين، ويعلن أن وقت قدوم الله علشان إنقاذ الناس قد جاء، وقال إن المسيح بيعاني من الموت علشان ينقذ ناس كثير من عقاب ذنوبهم. في القرن الأول للميلاد ولد واحد اسمه عيسى، وعاش في فلسطين يعمل المعجزات والعجائب، وتساءل الناس بينهم البين هذا هو المسيح؟ هل هذا هو اللي بيحقق النبوءات المكتوبة بكتب الأنبياء عن المسيح؟ هذا الفيلم يظهر بعض أقوال وأعمال سيدنا عيسى زي ما سجلت بكتاب الله المقدس الإنجيل. بهذا الفيلم يمثل دور سيدنا عيسى رجل عادي، مع العلم إنه ما في شخص يستحق هذا الدور، لكن هذا الفيلم عمل علشان الناس يعرفوا ويستفيدوا من سيرة المسيح عيسى بن مريم. يا إخواني، بتشوفوا المواقف والأحداث اللي حصلت في حياة سيدنا عيسى من بداية مولده علشان تعرفوا حياته وتعليمه الصحيح والحق اللي جابه لنا سيدنا عيسى. في زمن أغسطس إمبراطور روما كان هيرودس ملك على منطقة اليهودية، وأرسل الله سبحانه وتعالى الملاك جبريل إلى واحدة من مدينة الناصرة وهي مريم العذراء. لا تخافيش يا مريم، إن الله أنعم عليك وبتجيبي ولد وبتسموه عيسى وبيكون ذو شأن عظيم. كيف شحبل وأني عادني بنت؟ روح الله بينزل عليك، وعلشان كذا بيدعى هذا الولد ابن العلي خليفة الله على الأرض اللي ملكه ما بينتهيش. وراحت مريم عند واحدة من أهلاته اسمها إليصابات زوجة زكريا عليه السلام، وهي كمان حامل بمعجزة من الله مع النقد عجوز. إليصابات، مريم أختي مريم، أنت مباركة من بين جميع النسوان اللي آمنتي بوعد الرب، واللي ببطنك قد هو مبارك. من أول ما سمعت كلامي ابني تحرك داخلي من الفرح، من كل قلبي أعظم الله وتفرح روحي بالله المنجي. كل الناس من الآن بيدعوني مباركة. يا أهل الناصرة، بأمر القيصر أغسطس بيكون تعداد للسكان العايشين بالمدن اللي يحكم القيصر، وعلى شان كذا لازم كل واحد منكم يروح ويسجل اسمه ببلاده.
وراح يوسف ومريم بيت لحم علشان يسجلوا أساميهم هناك. لما كانوا في بيت لحم أجالي مخاض الولادة ولد ابن كما شاء الله، وطرحنه بالصبل حق البهائم علشان ما كانش في مكان يبيتوا فيه. وكان بهذه المنطقة رعيان غنم يتناوبوا على حراسة حقهم الغنم بالليل، وظهر لهم ملاك ونور الله عليهم بمجده. اليوم ولد لكم ببيت لحم المنقذ، هو سيدكم المسيح. قروا الرعيان علشان يشوفوا المولود، وهم أول ناس بشروا بولادة المنقذ من مريم العذراء. وبعد 8 أيام وهو يوم الختان سموا ابن مريم عيسى، وبعدين شلوا له يوسف ومريم لمدينة القدس علشان يدخلوا له في بيت الله لتنفيذ ما شرع الله في التوراة. وكان ببيت الله رجل متدين وتقي اسمه شمعون، أو حاله روح الله بأنه ما بيموت إلا بعد ما يشوف المسيح. للحين يا رب أقدر أموت بسلام زي ما وعدتنا من زمان. لأني شفت المنقذ بعيوني ثنتين، هذا الطفل مختار من الله. بارك الله بكم. ولما انتهوا من كل فروض شريعة موسى خرجوا من القدس ورجعوا إلى الناصرة حقهم القرية. ولما كبر عيسى ورجع عمره 12 سنة أخذوا له يوسف ومريم لمدينة القدس علشان يحتفلوا بعيد الفصح، وهو يوم نجاة موسى وقومه من فرعون. لكن لما رجعوا لحقهم القرية شافوهم بالطريق إن عيسى مهلش معاهم، فرجعوا يدوروا عليه. وبعد 3 أيام حصلوا انه بساحة بيت الله جالس يتناقش مع علماء الدين. منو ذا اللي يسأل هذه الأسئلة؟ هو من الناصرة، وحسب انه قدوا معانا في القافلة، سامحنا لو سبب لكم إزعاج. كل اللي سمعوا الولد تعجبوا من فهمه. يا ابني ليش عملتنا كده؟ أنا وأبوك افتقعنا ونحن جالسين ندور عليه. مش كنتم تدوروا عليا؟ ما انتم مش عارفين انا لازم اهتم بامور ابي. ورجع عيسى معهم للناصرة وكان مطيع لهم، وكان عيسى زي ما يكبر بالجسم يكبر بالحكمة ايضا، ورضي الله والناس عنه. في سنة 15 بأيام حكم القيصر تيباريوس كان بيلاطس حاكم منطقة اليهودية، وهيرودس انتيباس حاكم منطقة الجليل، وكان حنان وقيافة كبار خدام بيت الله. نزل الله الوحي على نبيه يحيى بن زكريا بالصحراء، وبعدين راح للقرى القريبة من نهر الأردن يدعو الناس ويغطسهم بالماء دليل على توبتهم. توبوا عن المعاصي وتغطسوا بالماء والله با يغفر لكم ذنوبكم، زي ما هو مكتوب بكتاب النبي إشعياء: في صوت واحد يصيح في الصحراء جهزوا طريق الرب، خلوا الصراط مستقيم، كل وادي لازم يرتفع، كل جبل وعقبة لازم تهبط، الطرق العوقة لازم تتساني،
والصعبة تتسهل، وكل الناس بيشوفوا طريق النجاة. طيب ايش نسوي؟ ايوه قول لنا ايش نعمل. توبوا يا مرايين. وايش احنا لازم نسوي؟ قل لنا ايش من طريق نمشي. كل واحد عنده ثوبين، لازم يجيب واحد منهم للمحتاج، صح؟ واللي عنده أكل يشارك به. يا معلم، نحن نجمع الضرائب، ايش نسوي؟ ما تاخذوش اي زيادة. ونحن عساكر ايش نسوي؟ لا تاخذوش حق الناس بالغصب، ولا تتهموش الناس بالزور، واقنعوا باللي تحصلوا. قل لنا الصدق، انت المسيح؟ انا اللي اغطسكم بالماء، بس باقي واحد اللي هو اعظم مني، وانا ما استحقش حتى افك خيوط جزمته، وهو بيطهركم بروح الله ونار، بيفصل بين القمح والتبن، والقمح بياخذه معه للمخزن، والتبن بيحرقه. نزل روح الله على سيدنا عيسى زي حمامة. وقال صوت من السماء يقول له: أنت ابن الحبيب اللي رضيت عنه. ولما بدأ عيسى بعمل معجزاته وتعليمه كان عمره بحدود 30 سنة، ولما خرج من نهر الأردن كان ممتلئ بروح الله ومشي بالصحراء وروح الله يقوده. وهناك حاول إبليس يوقعه في تجربة لمدة 40 يوم، وما أكلش عيسى أي حاجة في هذه الأيام. وقال له إبليس: لو كنت أنت ابن الله رجع هذا الحجر خبز. تقول التوراة مش بالخبز بس يعيش الإنسان، ولكن بكلام الله. وبعدين طلعوا إبليس لجبل مرتفع ورواله ممالك العالم كله بغمضة عين. شاقيب لك السلطة على هذه الممالك كل واللي فيه من الهيبة، لأنها حقي كل، وأنا أجيب للي أنا أشتي. إذا سجدت لي بتكون كل هذه الممالك لك. تقول التوراة: لا تسجد لغير الله ولا تعبد إلا الله. بعدين إبليس شلوا القدس وطرحوا فوق سقف بيت الله. لو كنت أنت ابن الله اجدل بنفسك إلى تحت، لأن الكتاب يقول إن الله وصى الملائكة يحفظنك وبيداتهم بيأخذنك، حتى رجلك ما بتتعورش بحجرة. تقول التوراة: لا تقرب الله بأي حاجة. Thank you.
وقع عيسى لقريته الناصرة اللي تربى فيه. في يوم السبت دخل سيدنا عيسى دار العبادة زي عادته. وطلبوا منه إنه يقرأ آيات من كتاب النبي إشعياء. الرحمن نزل روحه علي وهو اختارنا علشان أجيب البشرى للمساكين، رسلنا علشان أفك المأسورين وأرجع للعمي أبصارهم وخلص المظلومين، وأقول لكم إنه جاء الوقت اللي الله بينقذ فيه عباده. كلامه صحيح. كل الكلام اللي أنا قريته وأنتم سمعتونه تحقق اليوم. يعني يتحقق اليوم؟ ما فيش غير المسيح وحده اللي يقدر يحقق هذا الوعد. إيش أنت تقصد؟ أنا عارف أنكم بتقولوا لي مثلاً يا مداوي داوي نفسك وسوي هنا بقريتك زي ما سمعنا من الناس اللي سويته بكفر ناحوم. أقول لكم ما فيش نبي مقبول بقريته. بكلامه أثبت سيدنا عيسى إنه هو فعلاً المسيح، يعني الملك المختار من عند الله. لما علمهم إنه أجا كمان لناس غير اليهود، اليهود ما آمنوش فيه وحاولوا يدهفوا بهم فوق الجبل، ولكنه مشي من وسطهم. وراح كفر ناحوم قرية بالقليل. كان الاحتلال الروماني في كل مكان، وكل الناس كانوا يحنوا لجيئة المسيح علشان يحررهم من الظلم اللي هم عايشين فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اركب جنبك يا سمعان؟ تفضل اركب. ايش هو اشتي يا سيبنا؟ كلمني احنا، كلمني احنا، كلمني احنا يا عيسى. علمنا كان في اثنين رجال دخلوا بيت الله علشان يصلوا، واحد منهم رجل دين والثاني صاحب ضرائب. ورجل الدين دعا بينه وبين نفسه: أشكرك يا رب لأني مش مثل باقي الناس الطماعين الظلمة ومرتكبين الفواحش، ولا مثل ذاك صاحب الضرائب. أصوم مرتين بالأسبوع وأجيب العشر من كل أملاكي، لكن صاحب الضرائب وقف بعيد وما قدرش يرفع راسه للسماء، لكنه كان نادم وقال: يا رب ارحم عبدك أنا مذنب. وأقول لكم إن صاحب الضرائب حصل رضا الله مش مثل رجل الدين، لأن الله يذل كل إنسان متكبر ويرفع كل إنسان متواضع. شل قاربك وروح بعيد من الشاطئ، وبعدين ارقموا بالشبك أنتوا أصحابه. يا سيدي طوال الليل ونحن نحاول ما قدرناش نصطاد حاجة.
بس علشان كلامك بنروح نرقم بالشبك. يعقوب يوحنا. يعقوب يوحنا قربوا القارب لهنا وتعالوا عاونونا. الحمد لله والشكر لله. هذا يكفي. كيف هيا يا سيدي؟ خليك بعيد عني، أنا إنسان خاطئ. ما تخافش، من الآن بتدعي الناس للحق. زي ما قال الله على لسان النبي إشعياء: تعالوا واسمعوا كلامي وانتم بتعيشوا، اطلبوا وجه الله قبل فوات الأوان، خلوا السيئين يتركوا طريقهم وأفكارهم السيئة ويرجعوا إلى الله وهو بيرحمهم، لأن الله غفور رحيم والله بيجيب لكم الفرح والسلام. هذوا جاي لحنا، شوفوا عيسى. سيدي لو سمح، بنتي الوحيدة قد بتموت، ارحمها يا عيسى. عاد صغير 12 سنة، أنا بدالك، تعال معي. يا يرس أنا آسف. يا عيسى بنتك قد ماتت، لا تتعب سيدنا عيسى. ما تخافش، أنت بس آمن وبنتك بتعيش. لا تبكوش، البنت مش ميتة، هي بس راقدة. قومي، يلا قومي. جيبوا لي حاجة تأكل. أقول لكم لا تقولوش لحد باللي حصل. وبعد اللي عمله شاف سيدنا عيسى صاحب ضرائب اسمه متى جالس جنب بوابة المدينة ياخذ ضرائب للمحتل. اتبعني.
طلع سيدنا عيسى للجبل وجلس هناك يصلي طول الليل ويتهجد لله سبحانه وتعالى. ولما انطلع النهار رسل لأتباعه كلهم واختار منهم 12 واحد علشان يكونوا رسل. سمعان سماه بطرس. واندراوس أخو بطرس. يعقوب. ويوحنا. فيليب. ابن تلمي. متى. وتوما. يعقوب بن حلفة. شمعون المشهور بالوطني الغيور. يهوذا أخو يعقوب. ويهوذا الأسخريوطي اللي رجع وخانه. طوبى لكم يا مساكين لأن مملكة الله لكم. طوبى لكم يا جاوعين لأنكم بتشبعوا. طوبى لكم يا اللي جبكوا لأنكم بتفرحوا. مباركين لما الناس يكرهونكم ويعزلوكم ويذلوكم لأنكم من أتباعي. لما يجي ذاك الوقت افرحوا كثير لأن أجركم عند الله كبير. أجدادهم عملوا نفس الشيء مع الأنبياء. ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين. هذا اللي عندي. ايش قصدك؟ هذاك بعيد. يا ويلكم يا اغنياء لانكم اخذتم نصيبكم في الدنيا. هو ما اشتشيكم غني، هذا مجنون. يا ويلكم جالسين تضحكوا والضحك يتبع بكاء. يا ويلكم إذا الناس مدحوكم لأن أجدادهم عملوا نفس الشيء بمدعين النبوة. بس أقول للي يسمعوا، حبوا أعداءكم، احسنوا للي يكرهوكم، وباركوا اللي يلعنوكم، وادعوا للي يعاملوكم سيء. واللي يصفعك على خدك زيد جيب له الخد الثاني. واللي يشيل حقك الكوت زيد جيب له شميزك. واللي يطلب منك حاجة جيب له. واللي يأخذ منك حاجة لا تطلبش منه يرجعها. وعاملوا الناس زي ما تشتوهم يعاملوكم. لو بس حبيتم اللي يحبوكم فعلى ايش يبارككم الله؟ حتى السيئين يحبوا اللي يحبوهم. واذا احسنتم للي احسنوا لكم ليش تأخذوا اجر على هذا؟ حتى السيئين يعملوا كذا. حيب يمسكه. ليش اتكلم معه؟ هذا عيب. يا
لا، حبوا أعداءكم، اعملوا الخير معاهم، سلفوهم ولا تنتظروش مقابل، وبيكون أجركم عند الله عظيم، وتكونوا من عباد الله الصالحين. الله يرزق الجميع حتى السيئين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ساعدنا يا سيدنا. لا تحكموش على الناس، علشان الله ما بيحكمش عليكم. سامحوا والله بيسامحكم. سيدي علمنا كيف نمشي على الصراط المستقيم. اعطوا والله بيعطيكم. الله يعاملكم زي ما انتم تعاملوا الناس. الأعمى ما يقدرش يقود أعمى مثله، وإذا قاده بيفلتوا الاثنين بالحفرة. ليش تشوف تتكلم عن عيوب أخوك وما تشوفش عيوبك وأخطاك؟ يدينا يا سيدنا. يا رب احنا محتاجين لك. بارك الله باللي خلفتك ورضعتك. الله يبارك باللي يسمعوا كلامه ويطيع عنه. لازم اتعرف على هذا الرجال. ممكن هذا الرجال هو المسيح؟ هذا رجل الدين عزم سيدنا عيسى على العشاء، وعيسى وافق على العزوم. روحوا من هنا يا عيال، سمعتونا ولا لا؟ روحوا، الأطفال دايماً أذكياء. إيش جاب هذه هنا؟ أنا اشتري. كان هذا الرجال صحيح نبي، يقدر يعلم انه هذه المرأة اللي جالس تمسح رجله، يقدر يعرف انها بنت ساقطة. انا عارف هذا الشيء يا شمعون. واشتي اقول لك حاجة، كان في اثنين مديونين لواحد، واحد عنده 500 والثاني عنده 50، والاثنين ما قدروش يدفعوا اللي عليهم، وعلشان كذا سامحهم. من اللي بيحبه اكثر؟ أعتقد إنه اللي مديون أكثر. أكيد. تشوف هذه المرأة؟ أنا دخلت بيتك وأنت ما جبت ليش ما أغسل أرجلي، بس هذه المرأة غسلت أرجلي بدموعه ومسحتهن بشعر راسه. أنت ما بستناش لما دخلت، بس هي لحد الآن جالس تحبب أرجلي. أنت ما جبت ليش دهن لراسي، لكن هي جلست تمسح أرجلي بالعطر. وأقول لكم، حب الكثير دليل إن الله قد غفر لآثام كثير، بس اللي يغفر له قليل حبه يكون قليل. كل ذنوبك غفرت يا مرة، إيمانك نجاك. وبعد هذا راح سيدنا عيسى يتجول بالقرى والمدن، يعلن عن قيام مملكة الله، وكان معه الحواريين الاثنى عشر وبعض النساء اللي خرج من هنا الشاطئ، مريم المجدلية، حنة زوجة خوزي المسؤول عن شؤون بيت هيرودس، وسوسن.
بهذه الفترة حبس الحاكم الروماني هيرودوس انتيباس يحيى بن زكريا علشان شهد ضده بالجرائم اللي عمله، وصاح فوقه علشان تزوج من مرة أخوه. خير. لما وصلنا لمدينة نايين شفنا ناس متحملين نعش، وكان الميت ابن وحيد أم أرملة، ولما شاف عيسى أم الميت تحنن قلبه عليه ومسك الكفن وقال للميت يا ولد أقل لك قوم، وقام الميت من الموت وسلموا عيسى لأمه. اسأله قل له أنت المسيح اللي احنا منتظرين له يجي، ولا ننتظر واحد ثاني؟ مولانا مولانا، أرسلنا احنا النبي يحيى علشان نسألك أنت الملك المنتظر ولا نزيد ننتظر؟ كلموا يحيى باللي شفتنه وسمعتنه، العم يشوفوا العرق يمشوا، ومبارك الإنسان اللي ما يشكش فيه بي. يابا هدفنا. اطلع على كتفي الآن تشوفه تمام؟ شفتوا عيسى. مر مزارع راح علشان يذري، وتكرع له بالطريق قليل من الذري ودعسن الناس، وبعدين أكلت الطيور وقليل منه أتكرع بين الحجار، ولما انطلع الزرع يبس لأنه نبات بدون ماء، وقليل منه تكرع بين الشوك ونبت الزرع مع الشوك اللي خنق الزرع، وقليل تكرع على أرض خصبة، ولما طلع الزرع محصوله زاد 100 مرة. مولانا ليش تتكلم بالأمثال لما يكون في ناس كثير؟ الله اختاركم ان تعرفوا أسرار مملكته، بس للآخرين أضرب الأمثال لأنهم يشوفوا بس ما يتعلموش، ويسمعوا بس ما يفهموش. اسمعوا معنا المثل، البذور يعني كلام الله، والطريقة اللي فلت على البذور تعني اللي يسمعوا، وإبليس يجي ويأخذ كلام الله من الناس بعد ما سمعنه علشان ما يتفكروش فيه ويؤمنوا، واللي نبت من بين الحجار يعني اللي يسمعوا كلام الله ويفرحوا فيه به بس بدون جذور، ويؤمنوا به لكن لفترة، ولما يجي وقت المحنة يرجعوا زي ما كانوا. واللي نبت من بين الشوك يعني الناس اللي هم يسمعوا بس تضغط عليهم هموم الدنيا وتغريهم بملذاته ويكونوا بدون فائدة. واللي طلع ونبت بالأرض الخصبة يعني المطيعين اللي يسمعوا كلام الله ويحفظنه في قلوبهم، وهم يفوزوا بصمودهم. وما فيش واحد يولع الفانوس ويغطوا بنفس الوقت، لكن يطرحوا بمكان مرتفع علشان اللي يدخلوا يشوفوا. ما فيش حاجة مخبى إلا وبتظهر، وما فيش سر إلا وبينكشف. ركزوا معي وانتبهوا، اللي عنده إيمان الله بيزيده، واللي ما عندهش إيمان بيروح منه الفهم اللي يحسب إنه معه. سيدي أمك وإخوانك جالسين برا يشتوا يشوفنك. أمي وأخواني هم اللي يسمعوا كلام الله ويطبقونه. وفي يوم من الأيام
ركب سيدنا عيسى قارب مع الحواريين وقال لهم يلا نروح الجهة الثانية. وهم بالطريق رقد سيدنا عيسى. ومشوا البحر حتى وصلوا إلى منطقة القراسيين المقابلة لمنطقة القليل بالجهة الثانية. وهناك كان في رجال من المدينة ممسوس بالشياطين من فترة طويلة وهو ساكن بالقبور. يا ابن الله العلي، ايش تشتي مني؟ انا بدارك، لا تعذب راس. قل لي ايش اسمك؟ كيش الشياطين او سمحت لا تبدل براس إلى العالم الأسفل، دخلنا إحنا بالخنازير. هيه ارجعوا مكانكم، رقبوا. وخرجت الشياطين من الرجال ارجعوا ودخلت بالخنازير. ابعد من هنا، انت ساحر، سيبونا اقزعوا من هذا المكان، سيبونا اقزعوا من هنا. شلونا معك فين ما تروح؟ خلينا اتبعك. ارجع لبيتك وكلمهم كيف رحمك الله. وابتعدوا عيسى والحواريين عن الناس وراحوا لمدينة بيت صيدا. لما عرفوا الناس انه بيروح لبيت صيدا لحقنوا لهناك، ولما حصلهم رحبهم وتكلم معهم عن مملكة الله وشفاء امراضهم. قريب المغرب قال بطرس: سيدي مشي ذول الناس
علشان يروحوا القرى والأحوال يرقدوا لهم هناك ويحصلوا لهم على لقمة يأكلونه. جيبوا لهم انتم حاجة يأكلوا. بس نحن ما عندناش غير حبتين سمك وخمسة أقراص خبز. تبارك اللهم رب العالمين القادر على كل شيء، مخرج الخبز من الأرض. ايش يقولوا الناس عني؟ في ناس يقولوا انك انت النبي يحيى، وناس يقولوا انك النبي الياس، وفي ناس كمان يقولوا انك واحد من الانبياء بعث للحياة. وانتم ايش تقولوا عني؟ انت هو المسيح. لا تقولوش هذا لحد، لازم اني اقاسي كثير وارفض وبعدين اقتل وفي اليوم الثالث ابعث حي. السماوات تحدث بمجد يوم إلى يوم يذيع الكلام، والليل يخبر به الليل. من منكم باقي معي؟ يا سيدي أنا باقي معك، بس خلينا أروح أشتي أودع أهلي. ما فيش واحد يمسك بالمحراث ويشوف وراء ظهره ويصلح لخدمة الله. اللي يجي معي لازم ما يفكرش بنفسه ويحمل كفنه بيده ويتبعنا. اللي يحافظ على حياته بيخسره، واللي يخسر حياته علشاني هو اللي بيعيش. إيش يفيد الإنسان اللي يكسب كل الدنيا ويخسر نفسه؟ اللي يستحي فيبي ويستحي بكلامي بيستحي منه سيد البشر في يوم القيامة لما يجيب جلاله وجلال الله وملائكته الطاهرين. أنا أقول لكم في ناس بينكم ما بيموتوش إلا بعد ما يشوفوا مملكة الله. وبعد 8 أيام تقريبا أخذ سيدنا عيسى أصحابه المقربين وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وطلع معاهم للجبل علشان يصلوا.
ولما كان عيسى يصلي لوحده تغيرت صورته ورجعت لون ثيابه أبيض باهي، وظهروا له اثنين رجال وتكلموا معه، وهم موسى وإلياس عليهم السلام، وكانت الهيبة في منظرهم. أنت اللي بتحقق مشيئة الله وبتموت بالقدس الشريف. ولما موسى والياس عليهم السلام قدهم جازعين، قال بطرس لسيدنا عيسى: سيدي، ما أحسن هذا الوقت إننا هنا مع بعض، ليش ما نعمل شينا ثلاث خيام؟ ولما كان بطرس يتكلم نزلت عليهم غيمة من السماء وغطتهم، فخافوا أصحابه عندما غمرتهم الغيمة، وسمعوا صوت من السماء يقول لهم: هذا هو ابني اللي اخترته، فاسمعوا عنه وطيعوا عنه. سيدنا سيدنا، أرجوك شوف حالة ابني وعالقه وأنا أفدالك. هذا ابني الوحيد، طلبت من أصحابك يخرجوا منه الشياطين بس ما قدروش. يلي ما عندكمش إيمان، كم بصبر عليكم. قرب ابنك لهنا. كيف نصلي زي ما علم النبي يحيى أتباعه؟ لما تصلوا ادعوا كذا: يا أبانا، يا من أنت في السماء، ليتقدس اسمك، اظهر مملكتك في وسطنا، وتكون مشيئتك زي ما هي في السماء كمان على الأرض، والخبز اللي يكفينا ارزقنا كل يوم بيومه، واغفر لنا ذنوبنا كمان، سامح كل من يسيء لنا، وبعد عنا إغراءات الدنيا، ونجينا من مكائد الشيطان. اطلبوا تحصلوا، اسعوا تلاقوا، دقوا على الباب بيفتح لكم، علشان كل واحد يطلب يحصل، واللي يسعى يلاقي، واللي بيدق الباب بيفتح له. في أب منكم ابنه يطلب منه سمكة وينديله بدل حنش، أو يجيب له عقرب بدل البيضة؟ إذا كنتم أنتم بني البشر الخاطئين تعطوا أولادكم أشياء طيبة، فكيف الله سبحانه وتعالى الذي يجيب روح القدوس للناس اللي يطلبونه؟
علشان كذا أقول لكم لا تهتموش إيش بتأكلوا ولا إيش بتلبسوا بحياتكم، علشان الحياة مش بس أكل وشرب ولبس. شوفوا الطيور، ما تزرعش وما تحصدش وما فيش عندهم مدافن، ومع هذا الله يرزقهن، فكيف أنتم وأنتم أهم عندهم من الطيور؟ من منكم يقدر بالهم أنه يطول من عمره ولو ساعة؟ أنتم ما تقدروش تعملوا هذا، فليش تقلقوا من الحاجات الثانية؟ شوفوا الورود كيف تنمو وهي ما تنسقش وما تغزلش، حتى سليمان بكل ما أعطاه الله من قدرات ما قدرش يلبس مثله. إن الله يكسي الزرع بالجمال، ومع أنه هذا الزرع يرقم في التنور وما يدومش، فكيف أنتم يكسيكم رب العالمين؟ يا قليل الإيمان، زيد إيماننا قوة. حتى لو كان إيمانكم كمثقال حبة من خردل وقلتم لهذه الشجرة انقلعي من هنا وانغرسي بالبحر لسمعت كلامكم. أكيد بتجي التجارب الشريرة والويل لمن تجي التجارب على إيده، بيكون أفضل له يعلق برقبته حجر ويرقم بنفسه البحر، أحسن من إنه يكون السبب بذنوب الآخرين. كيف نشبه مملكة الله؟ هي مثل حبة من خردل دراها واحد في حق الحول، تنبتت وصارت شجرة ورجعت تعيش في أغصان الطيور. أني مش عارف إيش يقول هذا. مالك يا رجال، ليش تأكل وتشرب مع أصحاب الضرائب والناس السيئين؟ اللي صحتهم تمام ما يحتاجوش للمداوين بس الأمراض. أنا ما قلتوش علشان أدعو الصالحين للتوبة بس للطالحين. كلمنا مرة ثانية عن المملكة، مملكة الله. يا أحباب الله لا تخافوش، إن الله يشي يدخلكم في مملكته، بيعوا كل ما تملكوا وتصدقوا به على الفقراء، واجمعوا لكم الأموال والكنوز في السماء لأن بتكون محفوظة لكم عند الله سبحانه وتعالى. هناك ما فيش سرق والكنوز محفوظة، وفين ما تكون كنوزكم تكون قلوبكم. يا والدة انت تباخرتي من المرض، معنا 6 أيام بالأسبوع نشتغل بيهن، اختار لكم يوم تاني للشفاء غير يوم السبت المقدس. يا مرائين، أنا متأكد أنكم في يوم السبت تخرجوا حبال حقكم الحيوانات وتروحوا تسقوهم. هذه الوالدة من سلالة إبراهيم والشيطان ربطها 18 سنة، ينفع أن يفك هذا الرباط حتى في يوم السبت ولا لا؟ Thank you.
يا سيدنا الصالح، قل لي إيش أسوي عشان أفوز بالجنة؟ إيش معنى تسمينا صالح؟ أنت تعرف أن الله وحده صالح، أنت تعرف شرع الله، لا تزنيش، لا تسرقش، وما تقتلش، ولا تشهد زور، وبوالديك إحسانا. أنا أعمل بهذه الوصايا كل من طفولتي. عاد باقي حاجة واحدة، وهي أن تبيع كل ما تملك وتتصدق به، وبيكون لك كنز بالسماء، وبعدين تعال اتبعنا. بس نحن تجار أغنياء. شي صعب أن يدخل الأغنياء إلى مملكة الله، علشان كذا أقول لكم أن دخول الجمل من خزقة لبرة أسهل من دخول الغني مملكة الله. إذن منو بيقدر يدخل؟ اللي هو مستحيل عند البشر سهل عند الله. متى بتظهر بالضبط مملكة الله؟ مملكة الله لا تدركها الأبصار، ما حد بيقول شوفونا هذه هنا أو هناك، مملكة الله موجودة الآن بينكم. بيجي وقت تشتاقوا تشوفوا يوم واحد من أيام سيد البشر، بس ما بتشوفوش، لأنه بيجي مثل البرق اللي يلمع في السماء فينور السماء كله في نفس الوقت. بس قبل هذا لازم يقاسي كثير ويرفض من أهل هذه الدنيا. إنه تزول السماء والأرض أسهل من إنه تزول نقطة واحدة من التوراة. وأقول لكم كثير من الأنبياء والملوك تمنوا إنهم يشوفوا ويسمعوا اللي أنتم تشوفونه وتسمعونه الآن. طيب قل لنا إيش نسوي؟ إيش اللي مكتوب بالتوراة؟ وإيش افتهم لك من هذا الكلام؟ حب الله ربك من كل قلبك وعقلك ونفسك وكل قوتك، وحب جارك مثل نفسك. صحيح، اعمل هذه الأشياء وبتفوز. بس منو جاري؟ مش هذول العساكر. وإيش بالنسبة لقيصر؟ كان في واحد خارج من القدس رايح أريحة، وبالطريق هاجم منه السرق وسرقنه، وزادوا كمان يضربنه وقتلوا به لا حي ولا ميت. ومن حسن حظه قزع جنب رجل دين، لكن لما شافه غير طريقه ومشي الجهة الثانية. وبعدين قزع جنبه واحد من خدام بيت الله، ولما شافه الثاني هرب. بعدين قزع جنبه واحد سامري مكروه من اليهود، ولما شاف الرجال مقدول به عطف عليه وقرب لعنده وعالقه وطهر جروحه وركبه معه فوق حق الحمار وشله للفندق، وهناك زاد يهتم فيه به. واليوم الثاني وهو خارج من الفندق جاب فلوس لصاحب الفندق علشان ينتبه للرجال، وقال له أي مصاريف يحتاجه ادفعه وأنا بحاسبك لما أرجع. منو من هذول الثلاث الرجال اللي قزعوا جنبه قال الرجال المصاب؟ طبعا اللي عطف عليه. وانتم عملوا مثله؟ خلوا الأطفال يقولوا عندي وما تمنعوهمش، لأن الله يدخل أمثالهم مملكته. وأقول لكم اللي ما بيتقبلش مملكة الله بثقة مثل الطفل بأبوه ما بيدخليش، لأن كل من يقبل طفل أجلي كأنه يقبلنا أنا، واللي يقبلنا يقبل الله الذي أرسلنا. إذا ما تفكروش منو أعظم ومنو أقل. الناصري جازع من هنا. عيسى، عيسى،
يا حفيدة داود أنا بدهلك ارحمنا. ايش تشتينا اسوي لك؟ اشتي اشوف مرة ثانية. طيب شوف، إيمانك هو اللي خلاك تشوف. رجع نظري أنا أشوف، أنا أشوف. وفي طريق سيدنا عيسى للقدس كان في ناس كثير يسألونه عن طريق النجاة ويطلبوا منه يعلمهم عن مملكة الله. يا سبحان الله، تبارك الله، من هذا؟ دخل سيدنا عيسى أريحة، وكان موجود صاحب ضرائب واسمه زكا اللي أجا مخصوص علشان يشوف عيسى، بس ما قدرش من الزحمة وطلع فوق شجرة. هذا صاحب الضرائب. انزل فوق هذه الشجرة يا زكا، أشتيقي عندك البيت اليوم. تيجي بيتي؟ بيدخل بيت واحد سيء. من فين زكا يعرف سيدنا عيسى؟ اسمعوا، برع بنص أملاكي للفقراء، إذا في واحد أنا ظلمته برجع له حقه 4 أضعاف. مش معقول صاحب الضرائب بيرجع الفلوس حق الناس، هذه حاجة ما تدخلش العقل. اليوم وجد نجاة زكا من النار لأن إيمانه مثل إيمان إبراهيم. أنا جيته علشان أنقذ الضائعين. اسمعوا، لازم نروح القدس، اللي فيه به بتتحقق النبوات عن سيد البشر، وبيسلمونه للرومان اللي بيستهزئوا به وبيذلونه ويعذبونه وكمان يقتلونه، بس هو بيقوم ثالث يوم. رغم ان عيسى كان داري انه بيموت فداء البشر، مع هذا راح للقدس مشي وفروا حبه ناس كثير ونادبه ملك عليه. أصحابك هذم يا معلم. صدقونا، إذا الناس سكتوا الحجار بيقومان يهتفين بدالهم. لما قرب عيسى من القدس شافه وبكى عليها،
ليتك عرفتي في هذا اليوم من أين لك السلام بس ما شفتيش. بيجي يوم يحاصرك أعدائك ويضيقوا عليك ويشددوا عليك من كل جهة، وبيدخلوا داخلك ويدمروك وبيقتلوا شعبك وبيساووك بالأرض ويدمرونك، لأنك أنت قد رفضت فرصتك اللي قدم لك الله. بيت الله بالقدس رجع سوق بدل ما كان للصلاة والعبادة. ثمانية تسعة عشرة أحداعش اثناعش ثلاثة عشر 24 25 26 كتاب الله يقول بيت الله خاص للصلاة، وانتم رجعتمنا للسرقة. كان بعض رجال الدين والمسؤولين من اليهود يشتوا يقتلوا سيدنا عيسى، بس ما قدروا علشان الناس كانوا متعلقين بكلامه. تهم لي انه الناس يعاملونه معاملة ملك. ملك؟ هو ملك على اللصوص والشحاتين، قاد شوفوا ناس ايوه من قبل بعدين نساهم الناس. انت اعمى ما تشوفش كام يا ناس اللي يتبعونه والشعب معقبه ويعتبرونه ملك. أنا أحذركم من شيء، إذا مرة ثانية زاد عمل أي مشكلة أنتم بتكونوا المسؤولين. احتمال عنده حق، لازم نواجه هذا الرجال. وكلما كان سيدنا عيسى يعارض المرائيين من مذهب الفريسيين وعلماء الشريعة كانت العداوة من اللي عارضهم تزيد، وبنفس الوقت كانوا أتباعه يتزايدوا كل يوم. لما كان عيسى في بيت الله شاف أرملة فقيرة جابت فلسين فقط صدقة. أقول لكم هذه الأرملة المسكينة جابت أكثر من الجميع، لأنهم جابوا من الفتات حقهم. بس هي على الرغم من فقر الشديد جابت كل ما تملك. قل لنا من جاب لك الحق لتقول هذا الكلام وتعمل هذه التصرفات؟ وأنا بسألكم سؤال، من جاب الحق ليحيى يغطس الناس بالماء، الله ولا الناس؟ كيف نرد عليه؟ إذا قلنا له أنه من الله بيقول لنا ليش ما صدقتناش؟ وإذا قلنا له من الناس، الناس هذم بيرقمون بالحجار لأنهم مقتنعين أنه يحيى نبي. نحن لا نعرف بأي حق. وأنا ما بقول لكمش بأي حق أعمل هذه الحاجة. كان في واحد رجال زرع عنب في أرضه وأجر لبعض المزارعين وسافر لفترة طويلة، ولما نجا وقت حصاد حق العنب رسل حق الخدام علشان يجيبوا له نصيبه من العنب، بس المزارعين ما جابوش للخدام وضربونه، ورسل واحد ثاني بس المزارعين
ضربونا وذلونا ورجعونا فارغ، ورسل لهم واحد ثالث لكن ضربونا هو كمان وقتلوا بابا برا على المزرعة. وقال لنفسه صاحب المزرعة ايش يسوي معاهم؟ الحل ارسل ابني لعندهم، اكيد با يحترمونه. بس المزارعين اتفقوا بينهم وقالوا هذا هو الوريث، نقتله علشان يكون الميراث كله لنا. كمل القصة يا سيدنا. خرجوا ابنه من المزرعة وقتلونه. والآن ايش اللي يعمله صاحب المزرعة معاهم؟ يقتلهم ويجيب لحقه المزرعة ناس غيرهم. فإيش معنى هذه الآية؟ الحجر اللي رفضنه البنائين رجع هو حجر الأساس، كل واحد يسقط على هذه الحجرة بيتكسر، واللي الحجر بتسقط فوقه هي بتفحصه فحص. يا معلم كل ما تعلمه وتقوله صحيح، ونحن نعرف إن مناصب الناس لا تهمك، وإنك تعلم ما يقول الله. قل لنا ما رأيك بالضريبة التي تدفع للرومان، حلال أم حرام؟ جيبوا لي دينار. اسم وصورة من بهذا الدينار؟ قيصر. إذن أعطوا لقيصر ما هو لقيصر، وأعطوا لله ما هو لله. واقترب عيد الفصح اللي كان ذكرى نجاة بني إسرائيل من يد فرعون، واللي فيه به فريضة الأضاحي. ورسل سيدنا عيسى بطرس ويوحنا علشان يجهزوا عشاء العيد. كم كان بنفسي إنه آكل معكم في هذا العيد قبل ما أتألم، وأقول لكم ما بأكلوش إلا بعد ما يتم قصد الله في مملكته. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد والشكر يا مخرج من الأرض النعم. خذوا هذا واشربونه مع بعض، ما بشربش هذا العصير مرة ثانية إلا بعد أن تجي مملكة الله. لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين لأنك تنجي لنا الخبز بنعمتك. هذا هو جسدي اللي بيكون فداء لكم، اعملوا هذا لتذكرونا. هذا العصير يمثل العهد الجديد بدمي اللي بيسيل فداء لكم. لازم تعرفوا ان الشخص اللي بيخوننا موجود الان بيننا، وانا بموت في الوقت الذي حدده الله، ولكن يا ويل اللي بيخوننا. مستحيل، هذا شيء مستحيل، مش ممكن. انا مش هتخليش عنك ابدا. الأعظم بينكم يكون كالأصغر، والسيد يكون مثل الخدام.
من الأعظم؟ الجالس يأكل ولا اللي يخدم؟ طبعا الشخص اللي جالس يأكل، لكن أنا الآن بينكم مثل الخدام. أنتم وقفتم معي بالمواقف الصعبة اللي أنا مريت في به، زي ما أعطانا أبي الملك أنا بعطي لكم الملك، وبخليكم تأكلوا وتشربوا معي في مملكتي، وبهذا بيكون لكم الحق تحكموا بني يعقوب الاثنى عشر. إذا ما فيش خائن بيننا. سمعان سمعان اسمع، الله سمح لإبليس إنه يقربكم علشان يغربلكم زي ما يغربل الفلاح القمح، بس أنا ادعيته لك علشان ما تفقدش إيمانك، ولما ترجع لعندي بسلامة ثبت إيمان أخوانك. سيدي أنا مستعد أجي معك السجن، وأنا معك حتى الموت. سمعان أنا أقول لك، أنت اليوم بتنكرنا ثلاث مرات قبل ما يصيح الديك. ايش احتجتم لما رسلتوكم وما فيش معاكم مصاريف واكل؟ ولا حاجه. بس الان اللي عنده بقشه لازم يشل معه، واللي ما عندوش خنجر يبيع ثوبه ويشتري له خنجر. واقول لكم لازم يتحقق المكتوب وحسب من السيئين، واللي كتب عني لازم يتحقق. يا سيدي عندنا اثنين خناجر. خلاص كفاية. واجتمعوا علماء الدين والشريعة علشان يشوفوا الطريقة اللي بيتخلصوا فيه به من سيدنا عيسى. ودخل الشيطان في قلب يهوذا اللي كان من ضمن الحواريين، وراح يهوذا عند رجال الدين وقادة الحرس ينسق معهم كيف بيسلم لهم سيدنا عيسى. وخرج سيدنا عيسى من القدس وراح جبل الزيتون علشان يدعي. ادعوا عشان ما تسقطوش في محنة. وراح يهوذا لرجال الدين علشان يسلم لهم سيدنا عيسى مقابل 30 ريال فضة. وبنفس الوقت طلع سيدنا عيسى الجبل، وكان يعرف إن أجله قرب وإن هذه مشيئة الله علشان يفتي فيه بالناس. فدعا الله وقال: يا أبي لو كنت أنت تشتي ابعد عني كل هذه الآلام، لكن زي ما تشتي أنت مش زي ما أشتي أنا. وظهر له ملاك من السماء علشان يثبته، وصلى لحد ما تساقط منه العرق زي قطرات الدم. ليش انتم راقدين؟ قوموا ادعوا عشان ما تسقطوش في محنة.
يهوذا. ببوسة تبيع سيد البشر. سيدي تسمح لنا نقاتلهم؟ تعالوا امسكونا. خلاص يكفي. هذه معجزة. أجيتم بالسيوف والصميل، كنا أنا مجرم. كنت معكم كل يوم في بيت الله وما فيش واحد تقرى يمسكنا. بس هذه هي ساعتكم، ساعة يسود الظلم. كلوه انتبهوا. تمام. واخذوا لنا العسكر لقاعة المحكمة واستهزأوا بكلامه انه ملك اليهود. هذا توفي الملك. تركت لنا ايش بيحصل؟ بتنقذني احنا يا صاحب الجلالة. أنا متأكدة إن هذا الرجال من أصحابه. هذه أول مرة شوف. أنا شفتهم مع بعض. سيدي نحن حقك الخدامين. ايش تشعر الان يا صاحب الجلاله؟ انت اكيد واحد منهم. لا انا مش واحد منهم. أنا متأكد إن هذا الرجال من أصحاب عيسى لأنه كمان من الجليل. امشي. أنا مش عارف عن إيش أنت تتكلم. والتفت عيسى مباشرة لعين بطرس وتذكر بطرس إيش قال له عيسى قبل ما يصيح الديك اليوم بتنكرنا 3 مرات. يا رب يا ليتني مت قبل هذا اليوم. ايش اللي عملته انا؟ سامحني يا رب. يا رب ليت الارض تنشق وتبلانا ولا هذا الذل. يا رب أنت اللي غضبت من عصيان آبانا بس ما دمرتهمش. يا رب برحمتك ارحمنا واعف عنا واغفر لنا. أنت أرحم الراحمين. احزي من اللي ضربك. تنبه من الثاني اللي يضربه. يكفي يكفي بس قبلنا قدام القضاء. يلا واجتمع مجلس كبار رجال الدين علشان يستجوبوا عيسى.
قل لنا، هل صحيح أنت المسيح؟ إذا قلت ما بتصدقوناش، وإذا سألتكم سؤال ما بتجاوبوناش. من الآن سيد البشر بيجلس على يمين عرش الله القدير. إذا أنت ابن الله. قلت أنت بلسانك. منو قابل السلطة يتكلم بهذا الكلام؟ مذنب. كلنا سمعنا إيش قال هذا الرجال. لا نشله لي بليطس. تحرك. ودوا سيدنا عيسى لعند بيلاطس، وقد كان أكبر ظالم من الحكام الرومان، وهو مسؤول عن صلب آلاف من الناس. إيش اللي جابكم بهذا الوقت من الصبح؟ مسكنا هذا الرجال جالس يحرض الناس. هذا الرجال يثير الشغب في القرى والأسواق. إيش عقابه؟ حاكمنه. أنا مش لاقي سبب مقنع علشان أحاكمه ولا أي سبب. وجدنا إنه مذنب، يحرض الناس ما يدفعوش الضرائب، ويدعي إنه المسيح ملك. إيش يقول؟ أنت ملك اليهود؟ قلت بنفسك. أبتدأ بالقليل والآن طلع القدس. القليل يعني هو من القليل. في هذه الحالة هو من اختصاص هيروديس، مش هو موجود هذه الأيام بالقدس. خذوا النول عنده. انت مين عامل نفسك؟ قل لي من هم أصحابك؟ سمعت إنك تقدر تعمل معجزات كثيرة، اعمل لي معجزة. يا سيدي، هذا الرجال يحرض الناس ويعتقد نفسه الملك. ملك؟ أنت؟ سيد الملك اجلدنه تمام. رجعنه لبلاطس، هذا من اختصاصه. هذا الرجل ما عملش حاجة تستحق الموت. علشان كذا أنا شأدبه، وبعدين شمشوه.
عودتنا دائما تخرج مسجون في عيد الفصح. خرج لنا براباس. نعم. واقتل هذا. نعم، خرج لنا براباس. أنت وأنت اقلدوا. إيش منتظر يا بلوتو؟ هذا عيسى. ليش كذا تعذب؟ كان الناس يصيحوا بصوت مرتفع اصلبنه اصلبنه، وعلشان رغبة الناس وافق بيلاطس على طلبهم، وخرج المجرم براباس المتهم بجريمة قتل وإثارة الفتان، وأمر بصلب سيدنا عيسى البريء. شمعون القيرواني. تعال وقف هنا. اقطعوا الحبل. انت حملوا تحرفوا. اشرب اشرب يا سيدنا. يا نساء القدس، لا تبكينش عليا، ابكين على انفسكن واولادكن. اذا كان هذا كله يحصل معي الان، فكيف بيكون معاكم انتم بالمستقبل؟ الله يكون معاك. الله يعينك. امشي تحرك بسرعة. تحرك تحرك. والله يمشي بلا ثقالك. والله يمشي بلا سرعة. تحرك.
اعمل زي ما قلت لك. سامحهم يا أبي، هم مش عارفين إيش يعملوا. هو أنقذ الآخرين، الآن اتركوه ينقذ نفسه. خلينا نشوف معجزة. طلبوا سيدنا عيسى مع 2 مجرمين، وكذا تحقق اللي تنبأوا به الأنبياء قبل مئات السنين. شوفوا على قميص مع حضرة صاحب القلهلة. يلا قرعه 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 يلا خارج نفسك لو أنت صحيح ملك اليهود. أنت المسيح خارج نفسك وخارجنا معك. أنت ما تخافش، الله الحكم علينا.
عادل بس هو ما عملش حاجة. سيدي لا تنسيناش لما تدخل مملكتك. أوعدك أنت اليوم بتدخل معي الجنة. وفي الساعة 12 الظهر غدرت الدنيا كله لمدة 3 ساعات. وانقسمت ستارة بيت الله المقدس إلى قسمين. يا أبي بين يداتك أودعت روحي. ولما شاف قائد الحرس اللي حصل سبح الله. سبحان الله، بصراحة كان رجل صالح. وكان بمجلس رجال الدين رجال صالح من رام الله اسمه يوسف، وما كانش موافق على صلب سيدنا عيسى، وراح لعند بيلاطس علشان يستلم جثة سيدنا عيسى ويطرحها في المجنة قبل ما تبدأ عطرة السبت مع غروب الشمس. عفوا، نحن بس اجينا نشوف قبر سيدنا عيسى. انا عارف، بس امشين الان قبل ما تغرب الشمس. وطرحوا حجرة كبيرة تغطي باب المجنة، وقابوا حراس يمنعوا اي واحد من اتباعه ياخذ الجثة ويخدع الناس انه قام من الموت ثالث يوم، لان المسيح كان يقول انه بيقوم من الموت ثالث يوم. ولما طلع فجر يوم الأحد شلل معاهن عطور وراحن القبر، وشافن الحجرة تحرك من مكانه. ولما دخلين المجنة ما حصلش جثة سيدنا عيسى. على الحي بين الأموات، مش موجود هنا.
قد قام. اتذكر كلامه لما كان معك بالقليل، سيد البشر لازم يسلم للظالمين ويصرفنه ويبعث في اليوم الثالث. اسمعوا، الحجرة تحرك من مكانه، ولما دخلنا المجنة جثت سيدنا عيسى. ما هنليش ما حصلتناش. وبعدين ظهروا لنا اثنين ملاك منورين زي الشمس، وقالوا لنا: ليش تدورين على الحي بين الأموات؟ صدقونا صدقونا صدقونا. نحن شفناهم بعيوننا، روحوا شوفوا القبر، ما بتحصلنوش هناك. لازم تصدق نحن يا بطرس. وظهر سيدنا عيسى لاثنين من أصحابه ورجعوا فرحين. سيدنا عيسى قام من قبره، سمعان شافه. لما شفنه في الطريق ما عرفنوش، بس عرفناه لما قسم الخبز. بتقسيم الخبز بس مش قبله. السلام عليكم. ما لكم خايفين؟ وليش الشك في قلوبكم؟ شوفوا يداتي وارجلي، تأكدوا أنا هو. المسونا وتأكدوا ما في الشبح معه لحم وعظم زي ما تشوفون الآن. أنا جبت لكم فكرة عن هذه الأشياء قبل ما أموت. لازم يتحقق اللي كتب عني في توراة موسى والزبور وكتب بقية الأنبياء. والمكتوب هو المسيح بيموت وبيقوم اليوم الثالث، ولازم تدعوا جميع الناس باسمه علشان يتوبوا وتغفر لهم ذنوبهم من القدس لكل العالم. وانتم الآن شهود، وأنا بارسل لكم الروح القدس الموعود. خليكم هنا حتى تجي ذي القوة من السماء. كل السلطة في السماء والأرض أعطيت لي. روحوا وادعوا الناس في كل مكان برسالة النجاة علشان يكونوا من أتباعي، وغطسوهم بالماء باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم كل اللي تعلمتنه مني، وتأكدوا إننا دائما معكم حتى فناء الدنيا. من وقت طويل كتبوا الأنبياء أن الله بيرسل المسيح المنقذ علشان يفدي بني آدم من العقاب ويصلح علاقة الإنسان بربه. وأظهرت حياة سيدنا عيسى أنه فعلا المسيح المنقذ اللي وعد الله بإرساله.
وقد أوحى الله للنبي إشعياء عليه السلام إن العذراء بتحبل وبتجيب ابن، وحصل هذا بعد سنين طويلة من هذه النبوة، وبقدرة الله حمل العذراء مريم وولدت عيسى. ولما تحققت هذه النبوة أكدت إن عيسى هو الابن المتوقع وهو من عند الله، وفيه ظهرت صفات الله سبحانه وتعالى. وشفنا كيف عاش حياته يشفي المرضى من أمراضهم ويفتح عيون العمي ويغفر للمذنبين، وورى الناس كيف يعيشوا حياتهم مع الله، ووعد الناس اللي يتبعونه بنصيب في مملكة الله الأبدية، وهو ضحى بنفسه بدلهم، وبعدين قام من الموت كدليل إنه أقوى من الموت. وقال سيدنا المسيح: ما حد يقدر يشل حياتي إلا برضاي، لي القدرة أديها ولي القدرة أشله. حياة سيدنا عيسى حققت كل اللي كتب عن حياة المسيح بكتب الأنبياء، وبالحقيقة هو كلمة الله والحق المرسل من السماء. وقد قال المسيح: السماء والأرض ينتهين لكن كلامي مالوش نهاية. خلق الله سبحانه وتعالى أبونا آدم وأمنا حواء وخلاهم يعيشوا بسعادة في جنة عدن، لكنهم عصوا الله ودمروا علاقتهم به لما اختاروا يمشوا بعد رغباتهم. وعملهم هذا فصلهم عن الله، وعلشان كذا خرجوا مطرودين من جنة عدن. وبكتاب الله الشريف كتب أن كل بني آدم أخطأوا، وإن عقاب الخطيئة هو الموت، وهذا يعني الموت الروحي، يعني الانفصال الأبدي عن الله سبحانه وتعالى. وزي ما فدى الله ابن إبراهيم بفداء عظيم، كذلك رسل الفدوى الأعظم عن بني آدم كله، واللي هو عيسى بن مريم، واللي يؤمنوا بحياته بموته وبقيامته من الموت ويتبعونه هم اللي قادرين يعيشوا للأبد مع الله. وقد قال الحواري بطرس إن عيسى هو الشخص اللي تكلم عنه الأنبياء لما قالوا إن الله بيغفر لكل من يؤمن به. وبعد ما قام سيدنا عيسى من الموت جلس بين أتباعه وقال لهم: قد كتب بكتاب الله إن المسيح بيعاني وبيموت وبيقوم من الموت في اليوم الثالث. وكمان قال لهم: روحوا للناس وشلوا لهم البشرى بغفران الذنوب لكل من آمن بي، واتذكروا المرأة الساقطة اللي آمنت بعيسى وتابت كيف طهرت لما قال له: مغفورة ذنوبك. ووعد سيدنا عيسى أتباعه بأنه بيرسل لهم روح الله القدوس علشان يوريهم الحق ويجيب لهم القدرة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونبي الله يحيى بن زكريا تكلم عن هذا لما قال إن المسيح بيطهر أتباعه بروح الله القدوس. في ناس كانوا عايشين بعيدين عن الله، لكنهم لما تعرفوا على عيسى وآمنوا به اتغيرت حياتهم بسبب روح الله القدوس اللي يرشدهم في الحياة. في بداية إيمان هذول الناس اعترفوا بحاجتهم لعمل المسيح بحياتهم. الكثير منهم حاولوا مرات عديدة إنهم يعتمدوا على أنفسهم بطاعة الله، لكنهم كانوا يسقطوا دائما في المعصية. كانوا زي شخص فوق ظهره حجرة كبيرة يشتي يطلع على رأس جبل، لكنه لا وصل ولا إنه قدر يبعد الثقل من فوقه. وعلشان كذا اتأكدوا إن الطريق الوحيد لله مش ممكن يكون منهم، وإنهم لازم يتطهروا من ذنوبهم لأن الله مش ممكن يقبلهم بحالتهم. والله سبحانه وتعالى رسل سيدنا المسيح علشان يخلص الناس من الثقل اللي فوق ظهورهم، ويكون المسيح زي الجسر اللي يوصل الناس لله. وكل المؤمنين في العالم يشكروا سيدنا عيسى إنه فتح لهم الطريق لمملكة الله، ولأنه قدم نفسه علشان يفدي كل من يؤمن به من عقابه. وفوق هذا هم يشكروا سيدنا عيسى إنه أرسل لهم روح الله القدوس علشان يكون لهم مرشد وقائد في الحياة. وقد قال سيدنا المسيح: أتباعي يسمعوا صوتي، أنا أعرفهم وهم يجوا بعدي. واتباع المسيح يجتمعوا مع بعض، يصلوا ويتدارسوا كلام الله في الكتاب المقدس، ويقتدوا بالمسيح في حياتهم مسترشدين بروح الله القدوس الموجود في قلوبهم. وحفظوا أتباع المسيح قوله: كل السلطة في السماء والأرض أعطيت لي،
تأكدوا من هذا، أنا معاكم دائما لا نهاية العالم.